انطلقت في العاصمة التايلاندية بانكوك قمة دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وستبحث القمة قضية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا والتجارب الصاروخية لكوريا الشمالية. وهذا أول اجتماع حضوري منذ العام 2018 لقادة الدول الأعضاء 21 الذي يفترض أن تستمر محادثاتهم حتى السبت. وشهدت القمة التي تستمر يومين لقاء غير مسبوق بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الياباني. يغيب الرئيس الأمريكي عن منتدى أبيك في وقت تحضر فيه الصين بقوة. وفي هذا الإطار أوضحت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي الصيني في افتتاحيتها أن المنتدى سيكون ساحة لاختيار اهتمام واشنطن في المنطقة. على غرار مجموعة العشرين يواجه منتدى أبيك تدخلاً من العوامل الجيوسياسية، ويعتمد ما إذا كان الاجتماع ناجحاً أم لا إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكان جميع الأطراف التغلب على هذه الاضطرابات والاستفادة من الوقت الثمين. وفق صحيفة جلوبال تايمز الصينية، غياب بايدن سيعزز التصور السائد في جنوب شرق آسيا بأن الولايات المتحدة مشغولة للغاية وبعيدة عن الأنظار للتعامل بفعالية مع تايلاند والمنطقة المحيطة. وتشير الصحيفة إلى أن بعض الآراء ترى أن بايدن ارتكب خطأً من خلال منح الصين فرصة للفوز بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما تعتقد آراء أخرى أنه على الرغم من أن غياب بايدن أمر مؤسف، فإن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستتخلى عن النفوذ الاقتصادي في آسيا. صحيفة جلوبال تايمز الصينية تشير إلى أن نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس ستحل محل بايدن في منتدى أبيك، حيث ستحاول تأكيد الالتزامات الاقتصادية الأمريكية تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبأنه لا يوجد شريك أفضل للاقتصادات والشركات من الولايات المتحدة. ورغم الجهود الأمريكية، تختتم الصحيفة الصينية افتتاحيتها بالقول إن تاريخ منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أطول قليلاً من تاريخ مجموعة العشرين، وقد شاركت الصين فيه بنشاط منذ المرحلة المبكرة حتى الآن، لذا يصعب تخريب الثقة المتبادلة والمصالح المتشابكة على المدى الطويل بسهولة.